تحليل البيانات الجغرافية مسمى وظيفي لأي شخص عنده خبرة ممتازة باستخدامات الجي اي اس داخل أي مؤسسة، مثل أي محلل بيانات المتخصصين بنظم المعلومات مثل موظفين الاي تي. أيضا هناك أهمية كبيرة لمحلل البيانات الجغرافية. كيف يعني؟ في عنا أي برنامج تم تطويره من قبل دائرة أو قسم الاي تي في أي مؤسسة، بتم جمع وحفظ وتخزين البيانات داخل هذا البرنامج أو داخل هذا الابليكيشن، ومن ثم يتم تحليل البيانات بهدف دعم أهداف المؤسسة مثل أي مؤسسة بتستخدم أي برنامج آي تي. مثلا عندنا داخل المستشفيات بتم استخدام برنامج خاص بالتسجيل للمرضى، بتم إدخال بيانات لأي مريض، وبصبح عندنا بيانات عن المرضى بنقدر نحدد أكثر الأمراض المنتشرة في بلد ما وأسباب المرض وأمور كثيرة. بنفس الطريقة محلل بيانات الجي اي اس بيقدر يعطي أو يحل أي مشكلة بتواجه المؤسسة التي يعمل بها، لكن هنا تكون المشكلة أو المشاكل مكانية لمنطقة جغرافية معينة. وكما تم شرح سابقا تعريف نظم المعلومات الجغرافية، بعد ما نقوم بعملية حفظ وجمع وتخزين البيانات نقوم بعملية تحليل هاي البيانات الجغرافية. إذن خلينا نرجع على تعريف نظم المعلومات الجغرافية. نظم المعلومات الجغرافية الجي اس هي مجموعة من الأنظمة بتهتم في جميع عمليات جمع وحفظ وتخزين البيانات الجغرافية والوصفية معا، وتلك العمليات تتم داخل قاعدة بيانات جغرافية ومن ثم يتم عملية التحليل. إذن أنا في البداية بقوم بجمع وحفظ وتخزين هاي البيانات، بعدها بقوم بتحليل هاي البيانات. وشو المقصود بكلمة تحليل؟ يعني اشتقاق بيانات جديدة من الأصل. ثم في مرحلة ثانية أو ثالثة بتم إخراج خرائط تفاعلية وثابتة وإصدار التقارير الإحصائية والغير إحصائية للبيانات لدعم أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الأفضل لحل المشاكل مكانيا وتسهيل مشاركة وتوصيل المعلومة الجغرافية لجميع المهتمين فيها، سواء كانوا مسؤولين، مواطنين، موظفين، وطالبين علم. إذن كما ذكرنا المقصود بالتحليل هو اشتقاق، استنباط، استخراج بيانات جديدة من الأصل. هذا هو معنى كلمة تحليل. والتحليل المكاني يعني اشتقاق هاي البيانات مكانيا من خلال البيانات الجغرافية الأصلية. يعني في عندي أنا بيانات جغرافية ثابتة أو أصلية، بقوم باستخراج بيانات جديدة من الأصلية. مثلا عندنا قاعدة بيانات جغرافية وطبقات جغرافية، من خلالهم بتم إنتاج طبقات ومعالم جغرافية جديدة من الأصل لحل مشاكل مكانيا. فمثلا عندنا طبقة حدود للتجمعات السكنية وكل مجموعة مدن أو قرى يقع ضمن محافظة ما. إذن إحنا بدنا التجمعات السكنية لمحافظة واحدة فقط، في عندنا أكثر من محافظة، فقط مطلوب منا محافظة واحدة من مجموع محافظات نجيب جميع التجمعات السكنية للمحافظة الهدف. فيتم استخراج مجموعة من المدن والقرى في محافظة ما. إذن إحنا هون تم إنشاء طبقة جديدة فيها مدن وقرى في محافظة واحدة، والطبقة الأصلية زي ما هي تبقى، ما صار عليها ولا أي تغير. طبعا هذا مثال بسيط عن استخدام التحليل المكاني في بيئة برامج الـ RGS Pro. وطبعا قبل البدء بالشرح بتمنى إذا أنت بتشاهدنا وغير مشترك بالقناة أنك تعمل سبسكرايب، تشترك بهاي القناة لمتابعة كل درس جديد بخص الـ JS وبرنامج الـ RGS Pro. برنامج الـ RGS Pro بداخل صندوق للمعالجة الجغرافية. طبعا كيف نقدر نوصل للـ Geoprocessing عنا؟ من خلال تبويبة التحليل أو من خلال تبويبة المشاهدات. تبويبة العرض أو المشاهدات فيها أكثر من قائمة واجب أقدر أنا أفتحها، مثل الجيو بروسيسينج من هون، أو منروح على التبويبة الخاصة بالتحليلات ومنروح على التولز. في عنا إحنا هون طبعا 42 صندوق، كل صندوق بيحتوي على مجموعة أدوات، وكل مجموعة أدوات تحتوي على عدد من الأدوات. طبعا 42 صندوق، وفي عندنا تقريبا اكثر من 177 مجموعه ادوات. يعني لو رحنا على اول صندوق مثلا الخاص بتحليلات الثلاث الابعاد، موجود عندنا صناديق صغيره. هاي الصناديق الصغيره اللي هي مجموعه الادوات، وبداخلها هاي مجموعه الادوات في عندنا عده ادوات وعده صناديق، لكن بالنهايه احنا نوصل للاداه. الاداه بنقدر نستخدمها لتحليل معين. نروح على صندوق ثاني، صندوق إدارة البيانات، في عنا عدة مجموعات أدوات. مثلا نروح على مجموعة أدوات المعالم الفيتشرز، هاي احنا هيك وصلنا للأدوات الخاصة بهذا الصندوق أو بهذا مجموعة الأدوات. إذن 42 صندوق،
وأكثر من 177 مجموعة أدوات وأكثر من 1000 أداة تحليل موجود عندنا داخل قائمة أو واجهة الجيو بروسيسنج في المعالجات الجغرافية. طبعا في عنا نقطة مهمة جدا في التحليل داخل بيئة برنامج RGS Pro، إنه التحليل ليس متوقف فقط على الأدوات، في عنا أمور ثانية نقدر من خلالها نعمل تحليلات معينة. كيف يعني؟ أنا بقدر أفتح أي طبقة، بروح على الأتريبيوت تيبل، من خلال الأتريبيوت تيبل بقدر أقوم بعمليات تحليلية أولية. فمثلا هاي طبقة المباني في عنا 276 بناء، بقدر أقوم بترتيب المساحة، في عنا من الأقل مساحة إلى الأكثر مساحة، وبهذه الطريقة أنا عرفت إنه أقل مساحة موجودة عندي في البنايات في طبقة الأبنية مساحتها 3 متر مربع، وأكبر مساحة في المباني مساحتها 896 متر مربع. لذلك أدوات التحليل ليس فقط هم التحليل، هم يعني أغلبية استخدامات التحليل من خلال أدوات صحيح، لكن في عنا أمور ثانية أيضا من خلال تصنيف الطبقات. في عنا السكتور طبقة الأحياء، في عنا 4 أحياء، فإحنا هيك يعني حللنا هاي الطبقة مبدئيا وعرفنا أنه في عنا 4 أحياء. أيضا من خلال قائمة التحليلات في عنا كل مجموعة أدوات بتشابهوا بنحطه في مجموعة معينة. لو رحنا على هذا الزر الخاص بوظائف الراستر، بيانات الراستر، ننكر عليه بنشاهد عدة أدوات موجودات داخل مجموعات. هذول أدوات مثل هاي الأداة، مثلا هاي الأداة نفسها موجودة في قائمة التولز أو في قائمة الجيو بروسيسنج، لكن هون بيكونوا مرتبين بطريقة ثانية لتسهيل الوصول إليهم. وأيضا قبل البدء بشرح التحليلات الموجودة داخل بيئة برنامج RGS Pro، ضروري مهم جدا جدا في عنا في هاي القناة عدة فيديوهات، الأفضل مشاهدة الفيديوهات السابقة. يعني هذول الفيديوهات ضروري جدا ينصح بمشاهدتهم قبل متابعة هذا الدرس. في عنا فيديو بشرح عن الJS وعن برنامج RGS Pro، فيديو عن طرق التعامل والتفاعل مع البيانات الجغرافية، في عنا فيديو بيحكي عن أساسيات بناء وإدارة البيانات الجغرافية داخل RGS Pro. هذول الفيديوهات ضروري جدا متابعتهم قبل البدء بهذا الدرس لتسهيل الوصول المعلومة في هذا الفيديو. وأيضا كما تم ذكره من خلال قائمة الجيو بروسيسنج، في عنا مجموعات أدوات وصناديق الأدوات. كيف أنا بدي أتعلم شو المقصود بكل صندوق؟ في عنا مقالة موجودة على موقع JS4W، نقوم بفتح هذا الموقع، هاي عنوان الموقع راح يتم وضع رابط الموقع داخل وصف هذا الفيديو. بنكون بفتح هذا الموقع وبعدين بنروح على القسم الخاص بالجيو بروسيسنج RGS Pro، ندخل على مقال بيحكي عن جميع صناديق الأدوات الموجودة في البرنامج. في عنا التنقل السريع، فمثلا بدي أقوم بفهم شو المقصود في الداتا مانجمنت تولز، صندوق إدارة البيانات، شو المقصود فيه. برجع على هذا المقال، بختار من خلال التنقل السريع الداتا مانجمنت تول، أدوات إدارة البيانات، بقوم بقراءة شو المقصود بهذا الصندوق. طبعا هذا الصندوق بيحتوي على أدوات بتكون بإدارة البيانات، بتطورها، ومجموعات البيانات والطبقات والبيانات الشبكية الراستر داتا. إذا أنا بدي أقوم بإدارة أي نوع من البيانات الموجودة عندي، بروح على هذا الصندوق ومن ثم اختيار الأداة المناسبة. أيضا في عنا صندوق أدوات التحرير، مثلا أدوات بتكون بتحرير بتعديل المعالم الجغرافية بطريقة آلية باستخدام أداة أو مجموعة من الأدوات. طبعا شو المقصود بهذا الصندوق أو وصف هذا الصندوق؟ إنه بيحكي لك إنه ممكن في بعض الأحيان يتم التقاط بيانات أو رقمنتها بدقة غير كافية، أو بكون في عنا جودة بيانات ضعيفة أو غير جيدة، وهاي مشاكل في جودة البيانات تعطينا حدود للمضلعات غير مغلقة أو بتحتوي على فجوات أو بتحتوي على تداخلات. فإحنا بنقدر نستخدم بعض أدوات هذا الصندوق لحل هاي المشكلات ولتحسين جودة البيانات. فأنا هون بأخذ فكرة عامة أو نظرة عامة عن الصندوق الأدوات، أدوات خاصة بتحليل الشبكات، شبكات النقل، المواصلات، الطرق،
نفس الاشي في شرح وصف لإلهم، أدوات خاصة بقطع الأراضي، البارس، الفابريك، وجميع الأدوات الموجودة داخل جميع الصناديق في واجهة المعالجة الجغرافية الجيو بروسيسينج. وهلأ خلينا نرجع على الدرس ونكمل شرح عدد معين من الأدوات بعطونا فكرة أساسية عن التحليل داخل بيئة برنامج الـ RGS Pro.